لهم كل شكر وتقدير وعرفان للحالة الأمنية اللي وصلت ليها العريش وشمال سيناء، إن إحنا بدأنا نحس بالأمن والأمان في الشهور الأخيرة، ويعني الحركة وسهولة الحركة، والحمد لله ما عدناش بنسمع عن فلان اتخطف ولا فلان اتقتل ولا فلان اتقطعت راسه ولا فلان تم اغتياله ولا فلان سرق عربيته. شريف عن القوات المسلحة، ممثلة القوات المسلحة في شمال سيناء وفي وسط سيناء. احنا بنتكلم عن طلب الجماهير في انفراجة قريبة بعد الحمد لله ما توفرت كل المواد الغذائية، توفرت الأسعار بقت طبيعية، الشوارع بقت أكثر أمانا، بقى في عربيات أجرة لأول مرة تتحرك للطريق. رسالتنا إحنا لمصر بالكامل إن إحنا مش عايزين نقول نحتفل أو عندنا أجواء احتفالية بالقضاء على الإرهاب. القضاء على الإرهاب نهائيا لا يتم حتى في أكبر الدول، حتى الولايات المتحدة الأمريكية مفيش فيها قضاء كامل على الإرهاب، لكن عندنا تحسن في العملية الأمنية وسعادة بين الناس بهذا التحسن تصل فوق 95% إن لم يكن 98%. إحنا كأطباء سعادتنا الكبرى إن إحنا بقت الإصابات أقل، الحوادث أقل، التحرك الإسعاف أقل. إحنا كل يوم كان عندنا حوادث، كل يوم انفجارات، كل يوم كان عندنا يعني نزيف وطلب دم وتبرع دم، المستشفى في حالة غليان دائم. نقدر نقول إن إحنا في الشهرين الماضيين نسبة التحسن كانت عالية جدا جدا، واستقبال الحادث قل بكثير وحادث عادية، والحمد لله الحادث الإرهابية نقدر نقول إنها بنشكر القائد الأعلى للقوات وطلب دم وتبرع دم، المستشفى في حالة غليان دائم. نقدر نقول إن إحنا في الشهرين الماضيين نسبة التحسن كانت عالية جدا جدا، واستقبال الحادث قل بكثير وحادث عادية، والحمد لله الحادث الإرهابية نقدر نقول إنها بنشكر القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة، قيادة القوات الجيوش، قادة الأفرع الرئيسية، قادة الكتائب والفرق واللواءات على المجهود اللي اتبذل على أرض سيناء، لأن إحنا كنا أكثر المتضررين من هذا مما يحدث، نظرا لأنه كما كنا نتألم بفقدان جندي مقاتل أو ضابط مقاتل، أيضا كنا نتألم بفقدان المدنيين، ويمكن شعب سيناء في آخر تضحية له 312 شهيد في الروضة، في مسجد الروضة، وده ثمن غالي جدا، والحمد لله إن هما يعني عزائنا إن هما ارتقوا في يوم الجمعة وهم في مسجدهم إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله مع إخوانهم المقاتلين من قوات البار، ذرة غبار يعني خضبت قدم جندي على أرض سيناء، لكل قطر دم، لكل قطر عرق من الجيش الغالي وقواتنا المسلحة. حافظ الله مصر، حافظ الله الجيش، حافظ الله شعب مصر.